بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. نعم، كنا في بحث أسباب العلم للخلق. ذكر المصنف رحمه الله أن أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. نعم، وهذا يفيد أن الملك والجن لهما الحواس كما للإنسان حواس. الإنسان له حواس، هذا بيان المصنف والشارح حين فسر الشارح الخلق بقوله من الملك والإنس والجن، يدل على أن للملك والجن حواس كما للإنسان، ويدل على أن للملك حواس ما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من نكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان. فإذا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، هنا التأذي من الرائحة المنتنة الكريهة، هذا يثبت للملك الحواس، يعني حاسة الشم. فكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أكل البصل والثوم. ثم يبين الشارح وجه الحسر، يعني حسر أسباب العلم في الثلاثة، وقال بحكم الاستقراء، يعني دليل كون أسباب العلم ثلاثة هو الاستقراء. الاستقراء كما تعلمون يعني تتبع الجزئيات لاستنباط حكم الكليات. فإذا هنا تتبع الجزئيات التي تكون سببا للعلم، فإذا وجدوا هكذا ثلاثة ليس غيرها. ثم وجه اللبط، ما هو وجه لبط أسباب العلم وحسرها في الثلاثة؟ وجهه أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق. الخارج خارج ممن؟ خارج من العالم، خارج من المستفيد للعلم المكتسب للعلم. لو كان من الخارج فالخبر الصادق هو الذي يفيد العلم يكون سببا للعلم، وإن لم يكن من الخارج بل من داخله، من داخل هذا الشخص، فإن كان آلة غير المدرك فالحواس وإلا فالعقل. إذن ينظر حينما يكون من الداخل هل هي آلة أو غير آلة. لو كانت آلة غير المدرك فالحواس، وإلا يعني لم يكن آلة غير المدرك بل هو المدرك، بل هو المدرك، فإذا هو العقل. نعم، فإذا المدرك هو العقل. الآلات يعني الحواس لا تسمى بالمدرك. نعم، هذا هو المشهور. ذكر مصلح الدين في حاشيته:
لما كان ملاك الأمر في الإدراك الإنساني حسيا كان غيره هو العقل لما سيجيء من أنه قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. سيأتي تعريف العقل عند بيان كل هذه الأسباب الثلاثة. ما هو العقل؟ قوة للنفس بها تستعد للعلوم، النفس تستعد للعلوم والإدراكات بسبب هذه القوة. إذن سواء كان الإدراك حسيا يعني من الحس أو من غيره، ملاك الأمر هو العقل، يعني خلاصة الأمر أن الإدراك أو أن المدرك العقل. لما اشتهر فيما بين الجمهور جعل العقل هو المدرك، كما يقال القدرة صفة مؤثرة، كذلك المدرك العقل. نظيره هذا القدرة صفة مؤثرة، فإذا التأثير من القدرة كذلك الإدراك من العقل بخلاف الحواس. وإن صح إطلاق المدرك عليها باعتبار أنها سبب للإدراك في الجملة، لكن لا يطلق عليه مدرك، يعني لا يطلق على الحواس اسم المدرك، بل اسم المدرك يطلق على العقل. ثم بعده هنا اعتراض، يعني في هذا الحصر اعتراض في هذا الحصر. كيف هذا الاعتراض؟ يعني ذكر المصنف أن أسباب العلم للخلق ثلاثة، فإذا ما معنى السبب؟ للسبب معان ثلاثة، السبب المؤثر يعني السبب الحقيقي، ثم السبب بمعنى السبب الظاهري، كذلك السبب يعني السبب المفضي، فهكذا ثلاثة. السبب المؤثر يعني السبب بمعنى المؤثر، السبب بمعنى يعني السبب الظاهري، فإذا للسبب الظاهري لا يكون التأثير، بل وهذا يكون التأثير بخلق الله سبحانه وتعالى فقط، ثم بجري العادة أو السبب المفضي في الجملة. إذن بناء على أي معنى للسبب لا يتم هذا الحصر في الثلاثة، هذا هو حاصله، يعني حاصل هذا الاعتراض. فإن قيل أنه إن أردتم بالسبب السبب المؤثر فهو الله لا غيره، يعني لا تأثير إلا لله تعالى في أي شيء كان، فإذا هنا كيف يكتسب العلم بهذه الأسباب بتأثير الله تعالى وخلقه؟ فالسبب لو كان بمعنى المؤثر فهو الله تعالى لا غيره. ثم وإن أردتم السبب الظاهري فهو العقل فقط، السبب الظاهري هو العقل فقط. وإن أردتم السبب المفضي فالحصر في الثلاثة مختل، هكذا ذكر الرومي في حاشيته. نعم، هذا هو خلاصة هذا القيل. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر الصادق والعقل، ليس لكل هذه الثلاثة تأثير، بل التأثير لله سبحانه وتعالى. يعني لو عملت حاسة، إذن بأي شيء يدرك العقل هذا المحسوس يعني بخلق الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يخلق ويوجد هذا يعني عمل الحسي هكذا. كذلك عند الخبر الصادق كيف يحصل العلم؟ بخلق الله سبحانه وتعالى، العلم بهذا المخبر به في قلب ذهن الإنسان. وكذلك العقل، عند العقل يعني يكون هناك النظر والفكر، يعني ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى أمور مجهولة،
فإذا هذا عيلا عند النظر أو عقيب النظر يخلق الله سبحانه وتعالى للماء. فإذا هذا تأثير من الله تعالى فقط، ليس تأثير للحاسة ولا للخبر الصادق ولا للعقل. فإذا كيف يقول أسباب للم ثلاثة؟ ثم والسبب اللاهري، يعني إن ردتم بالسبب هي السبب اللاهري. فسبب اللاهري كالنار للإحراق، نظيره هذا، يعني النار سبب للإحراق، لكن عند مساس النار يخلق الله سبحانه وتعالى الإحراق. ومع ذلك خلق الله تعالى الإحراق مضيفا إلى مساس النار. فإذا هذا سبب اللاهري، هكذا يقال. نعم، هو العقل لا غيره. العقل يعني سواء عمل الحاسة أو سواء أخبر الصادق بخبر أو لم يكن هذان، بل العقل عمل بالنظر والفكر. أيا كان سبب اللاهري هو العقل، بدون العقل لا يتم تحصيل العلم، حصول العلم، يعني بهذه الآلات فقط أو بالخبر الصادق فقط بدون عمل العقل لا يحصل. فالعقل هو السبب الظاهري لا غير. وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك، يعني لو كان سبب الظاهري العقل فما مكانة الحواس والأخبار الصادقة؟ الحواس آلات لهذا السبب الظاهري، وكذلك الأخبار طرق في أي شيء، آلات وطرق في أي شيء في الإدراك. من ما هو الفرق بين الآلات والطرق؟ مصنف الأشعري طبرستاني رحمه الله جعل الحواس آلات والأخبار طرقا، هكذا بينا سبب الظاهري هكذا هنا. فإذا مصلح الدين يبين هذا، جعل الأخبار طرقا باعتبار أنها بمنزلة الطريق في وصول العلم إلينا. الأخبار طرق، لماذا؟ الأخبار بمنزلة الطريق في أي شيء؟ في وصول العلم إلينا، العلم يصل إلينا بأي شيء؟ بالخبر الصادق. فكأن الخبر الصادق طريق في وصول العلم إلينا. ثم أما جعل الحواس آلات فإما أن يكون ذلك أيضا بناء على التشبيه والمجازي، يعني هنا حينما جعل الأخبار طرقا هناك تشبيه، يعني شبه الأخبار بالطريق في وصول العلم إلينا، كأن العلم يصل إلينا بهذا الطريق. فإذا شبه الخبر بالطريق ثم جعله طريقا، كذلك هنا يعني شبه الحاسة بآلة، إما يكون هكذا بالتشبيه والمجازي، أو جعل الإدراكات من أفعالها ظاهرا، أو جعل الإدراكات من أي شيء من أفعال الآلات ظاهرا. وهذا معنى الآلة، ظاهرا الفعل يكون من الفاعل حقيقة لكن ينسب إلى الآلة ظاهرا. إذن الكاتب يكتب بالقلم، الفعل ممن يقع ظاهرا من القلم، لكن القلم ليس له خيار أي اختيار ولا فعل، بل الفاعل، بل الكاتب والإنسان هو الفاعل حقيقة. كذلك هنا أيضا على ما عرفت، وذلك لأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله القريب في وصول أثره إليه. هذا معنى الآلة، هذا الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله، منفعل قريب في أي شيء؟ في وصول أثره، أثر الفاعل إلى من؟ إلى المنفعل القريب. هذه الواسطة تسمى بالآلة. فالآلة ما هي؟ واسطة في صدور الفعل من الفاعل،
هذه آلة. فإذا إدراكات من أفعال الآلات من أفعال الحواس ظاهرا، لذلك جعلها آلات. ثم وسبب المفضي، ثم السبب الثالث هو المفضي. فإذا لو كان السبب المؤثر أو السبب الظاهر لا يكون السبب إلا واحد، بناء على أن سبب المؤثر هو الله تعالى، وبناء على أن سبب الظاهر هو العقل فقط لا غير. ثم لو كان السبب بمعنى المفضي فلا ينحصر في ثلاثة بل يزيد أفراده يكثر، هذا الذي قال والسبب المفضي في الجملة. لو أراد هكذا السبب المفضي في الجملة، سواء كان بالتأثير أو بالظاهر أو بغيره أو بغيرهما، بأن يخلق الله فينا العلم معه بطريق جري العادة، هذا هو معنى السبب المفضي في الجملة. فإذن عادة الله تعالى وسنته جارية بخلق العلم مع هذا، مع هذا الشيء، وذاك الشيء يسمى سببا مفضيا في الجملة. ليشمل المدركة، لماذا فيشمل المدركة السبب المفضي في الجملة؟ لو كان معناه هذا أن يخلق الله فينا العلم معه بطريق جري العادة، ليشمل اللام للعاقبة، في بمعنى فيشمل المدركة كالعقل والعالة كالحس والطريقة كالخبري. فإذن يشمل هذا السبب المفضي بهذا المعنى هذه الثلاثة. لا ينحسر، هذا خبر السبب المفضي، السبب المفضي لا ينحسر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخر، نعم، غير هذه الثلاثة، وأيضا يفضي إلى العلم، هو أيضا سبب مفضي، يخلق الله سبحانه وتعالى العلم مع هذه الأمور. ما هي؟ مثل الوجدان والحدث والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. نعم، هكذا حسر منقول. ثم ما هو الوجدان؟ الوجدان والحدث كذلك التجربة. ثم النظر ذكر المصنف معنا هنا. الوجدان هو إحساس الباطن بما هو فيه، الوجدان يعني إحساس الباطن، الباطن يحس بشيء بما هو فيه، يعني في الباطن، هكذا ذكر المناوي رحمه الله في التعاريف. ثم الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس، إحساس ما معنى الإحساس؟ إدراك الشيء بإحدى الحواس. فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات، هكذا ذكر. فإذن الوجدان يعني إحساس الباطن، يقابله إحساس الظاهر. فإذن إحساس الظاهر أو محسوسات الظاهر هي المشاهدات، ثم إحساس أو محسوسات الباطن هو الوجدانيات، هكذا فرقوا. ثم الحدث، ما معنى الحدث؟ الحدث هو الظن والتخمين، هو الظن المؤكد. الحدث ليس مجرد ظن بل الظن المؤكد. والحدثيات ما معناه؟ ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم بتكرار المشاهدة، نحو نور القمر مستفاد من الشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا، هكذا ذكر المناوي في التعريف.
الحدث ما هو اللين المؤكد، الحدثيات ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم بتكرار المشاهدات، يعني سيأتي التجربة، التجربة تكون بالتكرار، فهذا الحدث لا يكون بالتكرار بل هذا لين مؤكد. مثاله هذا مثال الحدثيات، نور القمر مستفاد من الشمس، لماذا؟ لاختلاف تشكلاته النورية، تشكلات القمر النورية بحسب اختلاف أضلاعه من الشمس، كلما يختلف وضع القمر من الشمس قربا وبعدا يختلف، فإذا هذا يدل على أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، هذا لا حاجة إلى التكرار في تأكيد هذا اللين. أما التجربة فماذا معناه؟ هو ما يحصل من المعرفة بالتكرار، هذه تجربة. ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات، نعم، وبهذه كلها أيضا يحصل العلم، فإذا لما لم يعد المصنف هذه وأمثالها من أسباب العلم؟ قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة. نعم، ثم فإذا هذا عادة المشايخ، ماذا أراد يعني بالجواب؟ أي شق اختار؟ يعني ذكر هنا لسبب ثلاثة معاني، فإذا الشارح بالجواب أي شق اختار؟ يقول مصلح الدين الكستلي في حاشيته، يريد أن المراد بالسبب هو المفضي في الجملة، يعني الشارح اختار الشق الثالث في هذا الترديد، المراد بالسبب السبب المفضي في الجملة وهو غير منحصر في الثلاثة، فإذا يجب يعني بيان وجه الحسر في الثلاثة، هذا الذي يبين، لكن الغرض الكلامي متعلق بتعديد أنواعه. هكذا اختار ثم يقول هذا الاقتصار، هذا عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، يعني فلاسفة لهم غرض، أما المتكلمون لهم غرض آخر بسبب اختلاف غرض هما، يختلف أسلوب البيان أيضا، فإذا المتكلمون يقتصرون على المقاصد، مقاصد يعني على المقاصد من مسائل الفلاسفة ليس من مسائل علم الكلام بل من مسائل الفلسفة، هم يقتصرون على المقاصد والأصول فقط، أما التدقيقات وهي ليس للمتكلمين غرض فيها، أما الفلاسفة فليس لهم بد عن الاقتصار على المقاصد بل لهم حاجات إلى تدقيقات الفلاسفة، لذلك هم يشرحون ويدققون ويغوصون في المسائل والبيانات. هذا الكلام يشرحه مصلح الدين، لكن الغرض الكلامي غير متعلق بتعديد أنواعه، بتعديد أنواع السبب المفضي في الجملة وتفصيل أحكامها، وتفصيل أحكام هذه الأسباب، تفصيل أحكامها أحكام الأنواع لا يتعلق به الغرض الكلامي، يعني غرض المتكلمين، لأن غرضه الأصلي هو ضبط العقائد الدينية. ما هو الغرض الأصلي للمتكلم؟ غرضه ضبط العقائد الدينية، وإنما يبحث عن أحوال الموجودات، ومع ذلك هو في حين وآخر يبحث عن أحوال الموجودات حسب ما يحتاج إليه في ذلك،
حسب ما يحتاج إليه في ذلك، يعني في ذلك الغرض الأصلي هكذا فقط، لذلك هو يكتفي بالمقاصد من مسائل الموجودات ومن مسائل أحوال الموجودات هكذا، بخلاف الفلسفي. الفلسفي ليس كذلك، فإن مقصوده ليس إلا معرفة أحوال الموجودات على ما هي عليه بنفس الأمر، كما ذكرنا سابقا من تعريف علم الحكمة. علم الحكمة غرضه هذا، معرفة أحوال الموجودات على ما هي عليه بنفس الأمر، فلا يرخص له ترك النظر في شيء هو من جملتها. فإذن الفلسفي لا يرخص له، ليس له رخصة في ترك النظر في شيء هو من جملتها، من جملة الموجودات. فظهر أنه ليس على المتكلم في الإعراض عن تلك التدقيقات عار وشنار. بالنسبة إلى المتكلم ليس في ترك هذه التدقيقات والإعراض عنها عار ولا عيب ولا شنار، ولا للفيلسوفي كذلك. ظهر أنه ليس للفيلسوفي من التعرض لها بد وخيار. إذن يجب على الفيلسوفي هذا التعرض إلى هذه التدقيقات. ثم لماذا قال الشارح هذا من عادة المشايخ؟ قلنا هذا على عادة المشايخ. يقول إنما جعل ذلك الاقتصار من ديب المشايخ لما عرفت من أن المتأخرين خالطوا بكلامهم الفلسفيات كثيرا، بل أدرجوا فيه معظم الطبيعيات. لأجل ذلك بالنسبة إلى ديب المتأخرين وهم يتحدثون في تدقيقات الفلاسفة، أما المشايخ المتقدمون هم لا يتحدثون. نعم. وذلك لئلا يفتتن السامع بشبههم كما ذكرنا مرة. نعم. ثم على عادة المشايخ يذكر الخيال حاصله اختيار الشق الأخير وبيان وجه الحسر. ثم قال تدقيقات الفلاسفة أي فيما لا يفتقر إليه، فإن دأبهم تضيع أوقاتهم فيما لا يعنيهم. هذا دأب الفلاسفة، دأب الفيلسوف ماذا؟ تضيع الوقت فيما لا يعنيه. أما مشايخ المتكلمين ليسوا كذلك، هم لا يضيعون أوقاتهم فيما لا يعنيهم، بل يستفيدون من وقتهم فيما يعنيهم فقط. نعم. ثم يبين وجه الحسر، بعده يبين وجه الحسر. إن شاء الله نتحدث عنه ونقرأه ونشرحه فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.